دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى زيادة الوعي البيئي لإنقاذ كوكب الأرض. جاء ذلك بمناسبة مبادرة ساعة الأرض، حيث أكد غوتيريش أن ملايين الأشخاص في مئات المدن حول العالم يطفئون الأنوار بهدف لفت الانتباه لخطورة التغير المناخي، مشددا على أنها دعوة للعمل وصنع السلام مع الطبيعة. هذا وتشارك مصر دول العالم في المبادرة العالمية ساعة الأرض لعام 2023، والتي تأتي هذا العام تحت شعار حان الوقت للطبيعة. وتعتمد المبادرة على قيام عدد من المواطنين والجهات والمعالم السياحية بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 مساء، وذلك بهدف التوجيه بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها في تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وتشجيعهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام.